ده حقيقي. انا اتوفى والدي سنه 2004 وما قدرتش اشارك في تشييع جثمانه بسبب اغلاق المعابر. كنت مع منتخب فلسطين معسكرين هنا في الاسماعيليه وما قدرتش اروح اشارك في بسبب اغلاق المعابر. فدي حاجات يعني على قد ما هي مؤلمه بس على قد ما هي تدينا اصرار وحافز. ده حقيقي. ان المعاناه دي ما تروحش على الفاضي، ان احنا نوصل صوتنا ونوصل رسالتنا.